ما واحد خيوطه في القلب ده رقاق بزاف، تيتقطعوا مع كل تقليقه قاصحه، كل تقليقه قاصحه الانسان قلبه كيتاثر ويقدر يسكت له. شوفوا اكثر حاجه كتاذي الانسان وكتقضي لي على عمره هو ستريس. ستريس كيقتل اي واحد، وكلام الناس القاصح كي اللي كيتاثر بيه بزاف، لانه عنده القلب وستريس كيقتل الانسان اللي ما كيرضاش وكيبقى يسمع الهضره والناس كتسب فيه وكتخطي فيه وكتقذفو في عرضه وفي سمعته وكيتهموه بالباطل ويجرحوه. راعي مشاعر الناس، اقسم بالله العلي العظيم. الى يعني الانسان يحاول على قد ما كان يشد فمه، ما يهضرش في الناس بالباطل وبالخيب ولا يجرح، مهما يكون عندنا هرمون الطز عالي ما نسوقوش، ولكن اكيد كتجينا واحد اللحظه كنضعفوا وهضره الناس كتبقى فينا وكنقولوا علاش الناس كيتهمونا بالباطل وما معاشروناش، علاش الناس كي ما كيرحموناش من لساناتهم، علاش كي. راه الله سبحانه وتعالى قال في واحد الايه: ولان نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. يعني الله عارف بانه صدورنا كتضيق بكلام الناس، كتصديق مهما ندعي من قوه ومهما نكونوا اقوياء ونبوا في عرضنا، علاش كيختلقوا شي حوايج اللي ما كاينينش. راه فعلا حنا المغاربه الشعب الوحيد اللي كتسمع على راسك شي حاجه انت ما عارفاش وما ديرهاش. فالتمسوا لبعضكم الاعذار وارحموا غيركم من السنتكم الناريه، وقولوا خيرا او اصمتوا. اقسم بالله لان هناك الناس بزاف كيتاذوا، كي اللي كتجي شي ديبرسيون مقوده، كي اللي ستريس كيقتلو وراه كيقتل، وكي اللي هضرت الناس مرضى خلاني نقول هذه الهضره لانني ربما تعرضت لموقف مماثل هذه الايام. يعني شفت الغدر في الناس تعيت ولكن شفت غدر في غدر وكذوب وباطل، وبنادم تيتهمك بالباطل وبنادم تيحقد. كي اللي هضرت الناس سطات وحمقات ومرضات، وكي اللي جابت لي مرض نفسي، كي اللي خلاته يعيش في واحد الكآبة ويفكر في انتحار. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، اقسم بالله العلي العظيم. ما عرفتش انا شنو اللي خلاتي حقد عليك بوغيا، وما عرفش بان راه العاطي الله ومن غيره كذاب. فالله يخليكم، قولوا خيرا او اصمتوا، الله يرحم لكم الوالدين. ما تكونوش غدا قدام الله كتأذوا بسبب لساناتكم، لأن الله إن يعلم في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا. فقولوا خيرا أو اصمتوا وسمحوا لي أنا، هذه مجرد فضفضة بسيطة خويت معكم قلبي فيها. الجو جميل، واحد هو اللي مرة ياخذ فيتامين دي.
شنو اكتر حاجه كتقتل البنادم؟ هي ستريس. ستريس يقدر يفدي لكم العمر في دقيقه، تجنبوه.